اسم حضرتك؟ فتيات محمد ماشي. ايه موضوع حامد يا حاجة؟ ايه موضوع حامد؟ حامد طلع عمره ما اتخطف من المطار، اتاخد من المطار مش عارفينه، وكان فرحه 10/9، ودلوقتي ما احناش عارفينه فين ولا عارفين له مكان، اتخطف من المطار. ده حرام ولا حلال؟ ظلم في ظلم. ده حرام ولا حلال تعملوا فينا كده؟ يتقوا الله في المسلمين، يتقوا الله في المسلمين، يبقى عندهم رحمه، يبقى عندهم رحمه للناس اللي الناس البريئه، الناس الطاهره، يبقى عندهم رحمه ليهم. يتقوا الله فيني، يتقوا الله فينا، في الناس اللي رايحين يعملوا عمره ومظلومين ظلم في ظلم، والله ظلم في ظلم. تفضل اعرفي نفسك. انا مهندسه ناديه خليفه، خطيبه مهندس حامد مشعل، اللي اتخطف في مطار السعوديه وهو راجع من جده في مطار عبد العزيز بعد ما ادى العمره. تاشيره السعوديه علشان يطلع العمره، اتوافق على التاشيره ودخل السعوديه، وهو خارج من المطار اخذوا منه الجواز واخذوا منه الباسبور. وانا في رايي ده اختطاف اعتقال، لانه لا وجهوا له اي تهمه، ولا اخذوا ولا طلب اي محامي يجي له، ولا قدر يتصل باي حد يقول له انا ايه المشكله اللي عندي. حامد محمد علي مشعل. التاريخ اللي احتجز بيه في السعودية كده 29/8 الساعة 2 الصبح. يعني آخر اتصال بيه كان إمتى؟ كان الساعة 2، اتصل عليه قال لي هما واخديني دلوقتي، قالوا لي إن أنا عندي مشكلة في الجوازات بتاعت جدة ورايح. وبعد ما قلت له طب قلت له اسألهم يا حامد أنت جوازات جدة، اسألهم أنت هيودوك فين في جدة، عشان اهلي يسالوا عليا. فقالوا راح الراجل قال له لا احنا هناخدك على جوازات الرياض، واللي موجود في الرياض دي الداخليه مش الجوازات. فقال لي اقفلي دلوقتي، انا السكر عليه عليا، واشوف وشكوا بخير، ومش عارف ايه اللي هيحصل. احنا كان المفروض ان احنا فرحنا 6/9، وبالتالي طبعا كل حاجه باظت. ومش مهم، مش قصه الفرح، قصه يعني ايه اللي هنا دي؟ يعني احنا لو كده يرجعوه بلده، يرجعوه، احنا هنا اللي يعني الحكومات تشوف الحكومات تشوف ايه هو قصته. وهو اساسا معتقل في ايه؟ ولا حاجه، سنتين في النظام البائد معتقل. انا اللي حصل لي في السعوديه احمله كاملا لأمن الدولة، الأمن الوطني بتاعهم ده، هو ده، انتوا اللي طلعتوا المعلومة دي. أما موضوع توقيفي في الخارجية، أنا يعني في اللي هو محمد رفعت، أنا أحب أشكره جدا، ده نائب يعني مساعد وزير الداخلية، ده راجل وقف مع أهلي كويس جدا، وأعتقد والله أعلم إن هو وقف بشكل شخصي مش بشكل يعني من خلال موقعه يعني ومن خلال صلاحياته، وقف مع أهلي جامد جدا يعني. ده على المستوى الرسمي. انما خارجيه مين؟ ولا دورت عليا لا في السعوديه ولا هنا ولا ليها علاقه، وغير الناس كلها اللي معتقله هناك من سنين. الناس المعتقله هناك من سنين دي، السجن هناك على قد ما هو نظيف قوي واكل كويس قوي، بس السجن صعب قوي. انت محبوس انفرادي ما بتطلعش الشمس سوى 10 دقائق كل اسبوع، دي حاجه، وما بتكلمش مخلوق، ما بتشوفش مخلوق، فده يعني اقل شيء ممكن يجي لك انك تتجنن. المفروض السعوديه بتطبق الشريعه، هل في تطبيق الشريعه في حاجه اسمها اعتقال؟ مفيش في تطبيق الشريعه اسمها حاجه اسمها اعتقال. المعتقل ده انسان لم يدين ولم تثبت عليه تهمه، وانما السلطات متضايقه منه. فلو ان السعوديه بتطبق الشريعه فالمفروض انها مفيش في الشريعه اعتقال. طب انت شعورك ايه النهارده كده يعني من الاعتقال التعسفي الى الحريه الى الزواج؟ هو ده يعني بلاء ربنا سبحانه وتعالى بيختبر به العبد، والعبد لما رب يعني بيصبر ويحتسب. ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربنا لما يبتلي بحد بحاجه بيكون هو يقدرها،
وبيكون يجب عليه انه يثبت ويحتسب ويدعو الله سبحانه وتعالى ان نرفع البلاء والكرب يعني. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كانت محنه جديده جدا جدا، مش في المده ولا لاني كانت في الغربه وبره، وكنت برضو ظروف جواز وكده. ألف مبروك يا أجمل عريس. مبروك حريص. في حاجة لازم تصلى صح؟ يا معلم أنا مش مستريح، مش المفروض ده بضاعة ولا إيه؟ والله شكلك جاي تظبط حياتي. احترم. والله العظيم أهو، والله العظيم زمان أنا ما ظبطتش مبروك عادي. لو عندي الساعة 2 أنا بعت لك الساعة 2. أنا برضه عدم وين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. استخرت الله تعالى. وزوجتك ابنتي وموكلتي المهندسة نبي لنفسك على الصداقة المسمى بيننا زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب من يرى صحة زيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن استقرت الله تعالى وقبلت زواج موكلتك لنفسي المهندسة نادية محمد علي خليفة على الصداق المسمى بيننا زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب من يرى صحة ذلك. بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم بخير. ألف مبروك أولا لجميعا. Thank you.